في نهاية أحداث أساسين كريد ريفليشن التقى ديزموند بجوبيتر، وحدث حوار طويل بين الاثنين. تمكن فيه ديزموند من معرفة وجهة الأخيرة وهو معبد في أمريكا، وبالفعل توجه ديزموند ومن معه لوجهتهم الأخيرة ودخلوا المعبد. ديزموند يمتلك التفاحة الآن، ولذا يستخدمها لفتح باب المعبد. لدى وصول ديزموند إلى البوابة الرئيسية، سمع صوت من الواضح أنها جونو تطلب من ديزموند العثور على المفتاح. يغمى على ديزموند ويقوم الأساسنز مجددا بإعادة ديزموند إلى الأنيمس ليعيش حياة أساسن آخر يسمى هيثم كينوي. أنا محمد من قناة إيفوي، وفي هذا الفيديو بنستكمل قصة أساسن كريد بجزئها الأخير. بدأ ديزموند بالإبحار بذاكرة هيثم كينوي. يظهر هيثم على أن الشاب قوي البنية في مقتبل العمر ويعتبر أحد النبلاء. يحضر هيثم أحد الحفلات المسرحية الشهيرة بهدف اغتيال أحد النبلاء وسرقة مفتاح، وبالفعل تم ذلك واتضح أن هذا المفتاح هو عبارة عن قلادة. يظهر هيثم لاحقا مع مجموعة من الرجال يتكلمون عن أن هذا المفتاح أو هذه القلادة بإمكانها فتح خزانة لأولئك الذين جاءوا قبلنا، وعلى هذا الأساس يكلف هيثم كينوي بمهمة الذهاب إلى أمريكا لفتح الباب ومعرفة ما يوجد وراءه. أثناء رحلة كينوي إلى أمريكا، من الواضح جدا مهارة كينوي وقوته وهيبته، وحتى قبطان السفينة ما سلم منه ومن تهديده. تناقل البعض خبر مفاده بأن هناك من يخطط لعمل انقلاب على قبطان السفينة نظرا لكرههم للقبطان. ولاحقا تعرضت السفينة لهجوم من قبل أحدهم، وفي نفس الوقت قوبل هيثم بهجوم من قبل شخص اسمه مايل، واللي طلب من هيثم الاستسلام والعودة بهدوء، موضحا أن سبب لحاقه بهيثم هو ما فعله في دار الأوبرا بعد ما اغتال هدف الأخير. تمكن هيثم من القضاء بسهولة على مايل، واكتشف بأن مايل هو السبب في لحاق السفينة المهاجمة على سفينتهم. السفينة هذه لحقت سفينة كينوي بهدف القبض على كينوي وإرجاعه للندن. أجبر هيثم كينوي القبطان على الإبحار في منتصف العاصفة، وبعد صراع مع العاصفة تمكنت السفينة من الوصول إلى بوسطن في أمريكا. قبل رحيل هيثم من لندن تم إعطاء قائمة بخمس أسماء لأشخاص في بوسطن بيكونون مفيدين لهيثم. التقى هيثم بأولهم واللي هو تشارلز لي، واللي تم وضعه كمساعد أول لهيثم كينوي ويطمح للتتلمذ على يد هيثم. لاحقا التقى هيثم بويليام جونسون، واللي تمت سرقة أبحاثه من قبل أحدهم بمساعدة تشارلز لي وتوماس هيكي الشخص الثالث في قامة هيثم. تمكن هيثم من استعادة أبحاث جونسون وطلب منه البدء بتحديد مكان المعبد استنادا إلى هذه الأبحاث. بنجامين تشيرتش الشخص الرابع في القائمة تم خطفه وتمكن هيثم من تحريره. الشخص الأخير في قائمة هيثم كينوي هو جون بيتكر، واللي تحت قيادة جنرال إدوارد برادك، واللي ما وافق على انضمام جون بيتكر إلى هيثم، ولهذا استخدم هيثم العنف، لكن حافظ على حياة برادك ملقبا برادك بأن كان أخوه في المنظمة وأن يعلم بأنه شخص شريف. وبهذا اكتملت قائمة كينوي، الخمس أشخاص في مكان واحد. بدأت خطة كينوي واللي كانت تستهدف أحد تجار العبيد، تنكر بزي وتوجه لقلعة شخص اسمه سايلس، واللي هو نفس الشخص اللي خطف بنجامين. تم تحرير العبيد وقتل سايلس. خطة هيثم كانت بتحرير العبيد لتكوين علاقة مع السكان الأصليين لمعرفة مكان المعبد، لكن لم يحصل أي تواصل بين السكان الأصليين وهيثم، ولهذا بدأ هيثم بالبحث عن المرأة اللي تم إنقاذها مع باقي العبيد، وبالفعل عثر عليها وكانت تتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gadzidzio. Well, pleased to meet you. Gadzidzio. Just call me Zio. Dio. Zio. Dio. Now tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend.
I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. وادت بالمعلومات مقابل مساعدة شعبها والقضاء على جنرال برادك. وبالفعل بمساعدة حلفاء هيثم وزيو تمكن هيثم من القضاء على برادك. Why, Haytham? Your death opens a door. It's nothing personal. Well, maybe it is a little personal. Been a pain in my ass after all. But we are brothers in arms. Once, perhaps. No longer. Do you think I've forgotten what you did? All those innocents slaughtered, and for what? It does not engender peace to cut your way to resolution. Wrong. Whether we applied the sword more liberally and more often, the world would be a better place than it is today. In this instance, I concur. Farewell, Edward. لدى وصول هيثم وزيو إلى المعبد، اكتشف هيثم بأن لا يملك المفتاح الأول لدخول المعبد، واللي هي تفاحة عدن. المفارقة هنا بأن ديزموند يمتلك التفاحة لكن لا يمتلك القلادة، بينما هيثم امتلك القلادة لكن لم يمتلك التفاحة. كل هذه الأحداث تسببت بتكون علاقة حب بين هيثم وزيو. هيثم مقتنع تماما بأن أصبح قريب جدا من هدفه، ولهذا صار في لقاء بينه وبين باقي أعضاء المنظمة وأبدى قناعته للموجودين. وجاء الوقت اللي يصير فيه تشارلزي رسميا كعضو في المنظمة. إلى هذه اللحظة هيثم كينوي بنظر الجميع هو أساسا، طريقة تحركه، النصل المخفي، الأخوية، كل هذه أشياء توضح بأنه أساسا. وأثناء القيام بطقوس الانضمام لتشارلزي للمنظمة حدث التالي. Do you swear to uphold the principles of our order and all that for which we stand? I do. And never to share our secrets nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then we welcome you into our fold, brother. Together, we will usher in the dawn of a new world, one defined by purpose and order. Give me your hand. You are a Templar. May the Father of Understanding guide us. بالضبط، المفاجأة كانت بأن هيثم كينوي هو في الواقع تمبلر. في جزء كامل فرعي يشرح كيف انقلب هيثم على الأساسنز. ممكن نسوي له فيديو كامل بعد ما ننتهي من السلسلة الأصلية. الآن الكل في حالة ذهول شديد بما فيهم ديزموند نفسه. لتكملة أحداث القصة، يبدأ ديزموند بعيش ذاكرة آخر جد، واللي هو رادو هينجيتون ابن هيثم كينوي من زيو، واللي عدت التسجيل 1000 مرة علشان أقول اسمه مثل الناس، وبعد ما متأكد إذا النطق صح، وما برجع صراحة أقول اسمه مرة ثانية. لكن الزبدة مرت السنوات ويظهر ولد هيثم وهو يلعب مع أطفال القرية، ولكن تتعرض القرية لهجوم من قبل التمبلرز، واللي على رأسهم تشارلز لي اللي أصبح تمبلر الآن، على عكس هيثم كينوي واللي يمتلك بعض من الشرف. فلدى اغتيال هيثم للشخص اللي كان موجود في دار الأوبرا، شاف أحد الأطفال اللي كانوا يشتغلون في المسرح، وكان بإمكان هيثم قتل الطفل للتخلص من الشاهد الوحيد، لكن اكتفى فقط بإسكات الطفل والخروج. تشارلز لي يختلف تماما عنه، فما كان عند تشارلز لي اي مشكلة في تهديد طفل بعمر ولد هيثم، فقط لمعرفة مكان قريته. لدى عودة صاحبنا للقرية، فوجئ بان قريته تحترق بسبب التمبلرز، وماتت امه زيو.
مرت السنوات وكبر ولد هيثم وأصبح بعمر مناسب لرؤية أم العشيرة، وهذا الطقس من الطقوس الموجودة في قبائل السكان الأصليين لأمريكا. وهنا سألها عن السبب اللي يخليهم معزولين عن العالم وما يحاربون المستوطنين اللي يستعبدونهم، وكانت إجابتها إنهم عندهم هدف لا يقل أهمية، واللي هو حماية شيء ثمين جدا ما ودهم يكون بيد التمبلرز، وكانت تقصد تفاحة عدن. أم العشيرة أعطت ولد هيثم التفاحة والتقى بجونو، واللي بدت تقول كلام غريب، واللي هو أن ولد هيثم بيكون السبب في فتح آخر باب له، وقالت له بأنه بيرتبط بالكثير من الناس اللي بيكون لهم تأثير على المستقبل، وأنه هو بنفسه بيكون له تأثير على مستقبل العالم. وطلبت منه أخيرا أن يتوجه للشخص بيساهم في تدريبه وتطوير مهاراته، وبالفعل وصل لهذا الشخص وتبين بأن رجل عجوز اسمه أكيليز يعيش في الريف. بعد محاولات كثيرة اقتنع أكيليز بإدخال صاحبنا للداخل وبدأ يسمع قصته. Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Rado Hangado. دقيقة لا تلوموني على النطق، يعني هو قالها بطريقة رادون هاجادو، وامه قالتها بطريقة رادون هاجادو، وربيعة قالها بطريقة، وانا طايح في النص ولا عارف شو اختار اي طريقة. Right. Well, I'm not even going to try and pronounce that. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Do you even know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that... spirits of yours have been harassing the assassins for centuries. Ever since Ezio uncorked the bottle. Ah, but you don't even know what an assassin is, do you? Come on. I've something to show you. You can just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume... That's all right. I know they've a certain allure. Very well. I'll train you. Then we'll know if you've the right to wear those robes. Thank you. Name's Achilles. Come on, then. We've work to do. You are a speck of dust, a nothing. You and all your kind. Living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs, a people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. وبهذا اقتنع أكيليز بفكرة تدريب ولد هيثم، وبكل بجاحة غير اسمه لكونر. الزبدة مرت فترة منذ بدء التدريب، كونر الآن يعرف عن ماضي الأساسنز، عن التاريخ،
عن فنون القتال، عن الأدب وعن الباركور وعن الكثير من الأمور بفضل أكيليز. اتجه أكيليز وكونر إلى بوسطن، ولدى وصولهم إلى هناك اكتشفوا وجود هيثم كينوي. لدى تحرك كونر قوبل بمقاومة من جانب هيثم على أن دخيل، ونشر اسمه في بوسطن على أنه خارج عن القانون. هنا تدخل ساميل آدمز لتهدئة الوضع في بوسطن، وتمكن من إخراج كونر بسلام. عاد كونر إلى أكيليز ودار حوار شديد بين كونر وأكيليز، فكونر يرى بأنه من اللازم اللحاق بهيثم، لكن أكيليز يرى بأن كونر وبخبرة أشهر غير قادر على مواجهة شخص بخبرة ومهارة سنوات مثل هيثم. ومع ذلك منح أكيليز أدوات الأساسنز لكونر باعتباره أساسن بشكل رسمي. خطوة أكيليز وكونر القادمة هي باستعادة التنظيم مثل ما قال أكيليز، ولهذا توجهوا للشخص اسمه روبرت فلوكنر لإصلاح سفينة اسمها أكيلا، واللي كانت تسمى شبح بحار الشمال نظرا لسرعته ورصانته. مر الوقت واستمر تدريب كونر إلى أن تطورت مهاراته بشكل كبير إلى جانب شخصيته في نفس الوقت اللي يتم فيه إصلاح السفينة. وبعدها توجهوا للبحث عن قادة للسفينة، واللي هم ديفيد وريتشارد كلاتبرغ. يعود كونر لأكيليز ليصبح رسميا أساساً. Put them on. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. نعود لديزموند مايلز. مهمة ديزموند هي البحث عن مفتاح لفتح البوابة، وبالفعل يتوجه إلى ميتشيغان للحصول عليه، ويقابل دانيال كروس واللي كان أساساً وتبين بأنه عميل لأبسترغو. الزبدة يتمكن ديزموند من الحصول على المفتاح وتخطي كروس. حصل الكثير من الكلام بين ديزموند ومختلف الشخصيات. المهم من كل هالكلام هو نقاش ديزموند وشون عن رغبة شون في رؤية ما حدث في أول حضارة بعد الانتهاء من التمكرز. ودار حوار بين ديزموند وويليام مايلز يوضح فيه أن ويليام فعلا يهتم لأمر ابن ديزموند، لكن شاءت الأقدار أن ديزموند يقع بقبضة أبسترغو ويمر بكل هالتجارب. يعود ديزموند لاستكمال قصة كونر كينوي لمعرفة مكان القلادة. يظهر كونر الآن على أن الشخص بخبرة ومهارة عالية في اسم ذكر من قبل أكيليز واللي هي شاو يون، الشخصية اللي طلعت في إمبرز. وهالشي ممكن يبشر بوجود جزء كامل لشخصية يون بدل الأجزاء التسليكية اللي نزلت كتودي. الزبدة من هنا بدأت الأحداث. فجاء صديق كونر اللي بعد ما بقول اسمه لأنه صعب، الزبدة عرفنا من كلامه، وأن المستوطنين أمروا الشعب الأصلي بالخروج من أراضيهم بحجة أن سيتم شراؤها من قبل ويليام جونسون. وهنا نصح أكيليز كونر بالرجوع إلى سام آدمز، نفس الشخص اللي ساعد كونر يوما ما، ولاحقا عرف على ويليام مولينيو وستيفن شافو واللي ساعد كونر في التخلص من رجال كانوا يطالبون ببيته. التمبلرز متحكمين في الولاية، سرقة واغتيال وضرائب على الشعب، ولهذا قرر سام ومن معه عمل ثورة والوقوف في وجه التمبلرز. الاسم الأول في قائمة كونر اللي هو ويليام جونسون نفسه. لإضعاف ويليام اقتصاديا استهدف كونر سفينة محملة بالشاي وقام برمي كل صناديق الشاي في البحر ليتلافى، وهالشي تسبب بضرر كبير على ويليام. ولكن أكيليز اعترض بشكل كبير على الإبقاء على حياة ويليام واعتبر قرار غبي من كونر. لاحقا عاد ويليام ومعه المال لشراء أراضي قبيلة كونر وكأن شيئا لم يكن. انطلق كونر سريعا لحيث يتم الاجتماع وتمكن من القضاء على ويليام، لكن ويليام قال جملة غريبة قبل ما يموت. قال ان كل اللي يقوله جورج واشنطن اكاذيب لا صحة لها. التعايش مع السكان الاصليين
ما هو إلا خدعة، وإذا كانت الأمور تخدم مصالحه بيكون مستعد للتخلي عنهم في أي لحظة. وكل اللي كان يطمح له ويليام هو إنقاذ شعب كونر من مستقبل مظلم، حتى لو كان الأمر يتطلب قتل بعضهم. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. القصة طويلة جدا، ولذا فضلت أنها تكون مقسمة على جزئين. يعطيكم العافية، نراكم على خير في الأسبوع المقبل مع آخر جزء من قصة ديزموند وكونر. في أمان الله.